أرحبوا سلام الزوا يا الربع يا الربع يا الربع استريحوا خلينا نسولف أبدا بس دقيقة دقيقة أبدا أبدا أعطوه فسحة أعطوه فسحة والله يا أخوان ما يبي داوم انا اتحداكم انا بقلد واحد لكم اللي تبوني اذا عرفتوه يلا سولفوا معي يا هلا هلا سيف شلون هلا بك كيف الحال هلا وشلون خير يا مولاي سالم عبد الله سالم عبد الله سالم عبد الله سالم عبد الله طيب تعال 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 بعلمك عن واحد اضغطني من هنا اضغطني من وين اخو نوره اخو ابو خشوان بومني بوم زي والله يرقيكم كذا كذا بس قاطع البيت الرومانسي ثقيه يا كذا يا كذا طيب في بالبايك كان يسوي كذا هو يسوي هنا يا الربع عندي سؤال بقول لكم هذا عندي سؤال صلى الله عليه وسلم يا الربع الصلاه على الرسول النعمه الله العظيم صل على النبي والله متعب صل على الرسول هذا مره والله ودي اسمعك وياه لا لا ما اسمعك ودي ما هو بيقولها اسمعكم يقول بنسمعكم سمعكم ما يقولها جاتك حقات لا لا كل اللي والله حميه لا ابو من ينبو عيال عيال حداكم هذا من انا لا زايد لا لا انت زايد زايد والله العلي العظيم والله العلي العظيم اني كنت احسب انها تصنع ضحكته بالله طلعت فطره هو حرام عليك رياكشن حلو خلاص اقسم اقسم برب الكعبه انا اتحرك جميع اعضائه ما شاء الله عليه هذا هذا منهم هذا منهم ايه عقاب عقاب سلطان 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 اسف اسف هذا 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 منه هذا منه يذبيب يذبيب عليك اسف لا 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 ايه هذه فقط ثلاثة تنمر عندك شخصية تقلد هذا ارجع 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 عزوز ارجع يلا ها اصبع عند عزوز التنمر اسمع ايه ايه اسمع عقاب خليك معي طبعا انا في المسجد مو في المسجد الحين الله الله اكبر الله درى الكاميرا تصوبنا يا عيال ابو منيف ابو منيف دقيقه دقيقه واحد من العيال يدخل المسجد بدري ويشغل المايك ثم يقعد ثم يقول يقرا قران واذا سمع الصدى طول صوته زياده ما سمع الصدى طول صوته زياده عشان يعلم الناس ان صوته حلو يعرف يرتب طبعا امسك وقف 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 على فجر تشوفه تعز يا سعود عامل فيها حسب يقول حي على الصلاة اتحرى يقول له حلقة الأبلة لا
شنو تنظم وش تسوي؟ اذا المذن اذن وش تسوي؟ اردد معه. تردد معه صح؟ بس ما تقول داخل المسجد قبل المذن يذن وانت ادعي. من قبل المذن ادعي؟ ايه. لا لا والله. طيب انا وسالم عبد الله انا وسالم عبد الله دائما ندخل قبل الاذان قبل الاذان. طيب اذا فرض انه يذن من قبل الاذان. اذن المذن. دائما ندخل وياه قبل الاذان. توقف من الدعاء وتكمل. صح؟ نعم افضل دعاء بين الاذان والقامة. ها هو ما هو بيدعي. يوم درى ان الرجال صوبي. دقيقة بسوي نفس واحد من العيال الله يجعلها في ذمتك. الله يجعلها في يا عيال بعدين اسمع اذا لو ان الكاميرا بتقعد دايركت علي فالعالم مو منتبهين اقعد اقول كذا لا 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 ما يا شوف ادعي ايه بس اني اقول كذا ولا اتحرك لازم ما تخطي وجهك ما حد بعارف لازم لا. تسوي كذا بس انا لا انا اقول كذا لا اذا حطيت وجهك ما حد بعارف كيف تصوت اذا دخلت تدعي يطفي المايك اعوذ بالله هذا 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 طحن هذا الانفس والخواطر اسالك بالله انت تقرا القران ليش ترى يا عيال شوف وين انا احب اذا قريت الحمد لله رب العالمين عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز وش تقرا تبي تقول شنو في قران كذا وش اذا قرا القران اذا دخل المسجد شاف الناس الحاله قاعد الحاله قاعد يقرأ القرآن ثم يرفع صوته كل شوي يرفع الصوت طبقة عشان يطلع غصب الصوت شوي صايح اسمعني في حاجة أنت كلكم تدرون عنها ها؟ اللي ما بعد الساعة 12 تحت الهواء مش هذي ما يدرون عنها هذي أنا ودي أقدمها على الهواء تدري ليش ربما يشوفك شخص يتأثر منك ويسوي مثلك اللي هو قيام الليل بس خشية من الرياء والمراعاة وظنون السوق نعم راعي قيام الليل لا الرجال بيقدم يقول انا ودي انبه ودي انوه بس خايف من الظن انا اصلي قيام الليل مو مطيح من اربع والى اليوم الليل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد احسبك شاهد له تقول انه يقوم الليل لا انا اتكلمك عن نفسي